هنتكلم طبعا عن كل الابطال وهنتكلم عن حاجات كتير، بس لو تسمح لنا في البدايه نعرف المشاهدين اكتر بالمشروع القومي وربطه او الارتباط اللي ما بينه وما بين الفكره نفسها بتاعت صناعه البطل. المشروع القومي هو يعني حاجه مهمه جدا حصلت طفره كبيره جدا في جميع الالعاب بسبب المشروع القومي. خد كل الدوله ابتدت تهتم بكل الناشئين في المشروع القومي، جميع الالعاب، تايكوندو، سكواش، وجودو، والسنه دي كمان دخلت جميع الالعاب، الكوره وكل الالعاب. هيستخرج منه كله المشروع باساس سليم من اول النشء بدنيا وصحيا، رعايه كامله من الدوله للموهوبين باختيارات بقياسات بكل حاجه، خصوصا للموهوبين اللي مش بينتموا لنوادي معينه، بالظبط، مش شرط يكون نادي معين او بيجيب من الاماكن الاقل كمان غير النوادي الكبيره اللي هي بتهتم اكتر، زي مراكز الشباب، زي موهوب، هو موهوب من حقه ان هو يقدم، مش مهم ينتمي لنادي ايه، مش مهم هو تبع نادي ايه او مكانه فين. ده بالعكس، ده انا بقول ان دي ميزه اصلا، دي ميزه اللي ميزه مش مشتركين في نوادي، ما دي ميزه يعني دي اهم حاجه، دي اهم حاجه حصلت في المشروع، ميزه كبيره كمان يعني. طب كابتن احمد، كلمنا اكتر عن مركز شباب الجزيره. طبعا احنا شفنا في الفتره السابقه تطور كبير جدا حصل، والست الوزير كان مهتم بيه، وحصل افتتاح جديد يعني ممكن برضو ننقل المشهد للساده المشاهدين عشان يعرفوا التطور الباري، اصل لازم يبقى بتبدا من البدايه من الصفر، مش بتبدا مره واحده. تمام. تطور الجزيره هي مش تطور حتى المباني او البنيه التحتيه بتاع مركز شباب الجزيره، تطور في كل حاجه، تطور تكنولوجي، وبقى مقصد كبير ثقافي وفني ورياضي لكل الطبقات، لكل الطبقات وكل الاعمار، لكل فعلا. الطبقات، مش شرط تكون عضو في مركز شباب الجزيره عشان تستعمل او تستخدم اي حاجه من الانشطه اللي موجوده، بيخدم كل الناس، عضو غير عضو. ده بيندرج تحت فكرة تطوير أصلا مراكز الشباب اللي كان سيادة الوزير بيتكلم عنها بقاله فترة. طبعا بالظبط، تقريبا يعني كل مراكز الشباب ابتدت تتطور غير عادي، يعني بقى زيها زي أكبر نوادي في مصر. صح، الأول فعلا الصورة ما كانتش كده يعني. مركز شباب الجزيرة بصفة خاصة يعني دون عن بقية المراكز، أنا بتكلم في مرحلة ما قبل تطوير الكل، تمام، بتكلم عموما تاريخيا، لا مركز شباب الجزيره طول عمره نجم في وسط مراكز، عشان المنطقه كمان اللي هو فيها موقعه الجغرافي مميز يعني. لا، وعبر التاريخ في ناس كتير مهمه في رياضات مختلفه كانت نقطه الانطلاق بتاعتها الحقيقيه في مركز شباب الجزيره، والفنيه مش رياضيه بس، رياضيه وفنيه وثقافيه. مركز شباب الجزيره كان هو الاساس بتاع فنانين كتيره ورياضيين كتيره جدا لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي يعني مين اشهر ناس من رواد المركز؟ مثلا في استاذ زياد توفيق، الاستاذ سامح يوسري، الفنان سامح يوسري، عارفينه طبعا. ناس كثيره ورياضيين كثيره موجوده في المركز على طول. هو ايهاب توفيق تقريبا ساكن الناحيه الثانيه، بيجي لغايه الزمالك. طب كويس، لوكيشن حلو جدا، وبيبقى في دعم برضو من قبل الناس اللي هي المعروفه للشباب، يعني ده برضو حاجه، رياضيين، انا بتكلم اللي هم الناس المعروفه الرياضيين منهم، في دعم طبعا كبير جدا من كل الرياضيين يعني.